المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. مساء الخير يا فندم. اخي يا استاذ سيف، ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ انت فهمت حاجه من طارق يحيى؟ يعني الى حد ما يعني لا انا ما فهمتش حاجه بصراحه. هو قال لي حضرتك هو لو ما راحش الاسماعيلي، لو ما قعدش في الاسماعيلي هيقعد في الاسماعيلي. لا انا هقول لحضرتك، هو قال لي عمرو السوليه لو ما جالوش حاجه بره فهو الـ 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 الاختيار الاول ليه نادي الاسماعيلي. طبعا عمرو السوليه لو طلع من الاسماعيلي هيروح الزمالك. تمام ان شاء الله. تمام. لو قعد في الاسماعيلي يعني اسماعيلي والزمالك واحد. تمام. وده اتفاق. ده حضرتك انهيته خلاص يا فندم. لو طلع من الاسماعيلي انا اتمنى يقعد في الاسماعيلي، قوي الاسماعيلي. بس لو طلع ان شاء الله باذن الله بالزمالك ان شاء الله. طب كلام كويس، يعني كلام كويس ان حضرتك تتفاوض مع لاعب وتقول لو هو موجود في الاسماعيلي خلاص، ده شيء كويس. انا ما اعرفش عمرو بصراحه. تمام. مع العميد ده ابو سعود. مع صالح جمعه احمد هلالي برضه.